السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، يا مرحبا ويا هلا في جلسة الشاي الجميلة. اليوم كان يوم مليء بالفعاليات، اليوم دخول أخونا عبد العزيز بن مطلق، يا مرحبا يا أبو مطلق، ووجود حصة الأكارم. تكفون يا أخواني في الكنترول، قفلوا الربيز في إذني لو سمحتوا عشان أعرف أتكلم. فاليوم وجود أبو مطلق زادنا، يا حبيبي. وغير ذلك اليوم حصة الأكارم كانت جميلة جدا، وموجودين معنا متلازمة الداون اللطيفين جدا. يعني شفتوا الهق اللي قبل شوي، راح العقال راحت الأمور، لكن هق جميل. اي والله، وحضن لطيف أشهد جدا بالله. ويا زين الراحة بعد ما تقفل الأربيز، تكفى لا عاد تنسى انك تخلي الأربيز شغال، تكفى قفله ترى بشيل. طيب اليوم كان عندنا إذاعة الفصل الأزرق مع الأستاذ علي، يا مرحبا. وأكدوا لي بكرة الإذاعة عند الأحمر ولا عند البنفسجي، عشان إن شاء الله عند الأحمر. بنفسجي. إيه أنا أتمنى بكرة عند أتمنى عندك الإذاعة يا عبد العزيز. بكرة عند الأحمر. شرفتنا. أنا ما عندي أي مشكلة، لو تبغانا نطلع الحين إذاعة نطلع. كفو، والله كفو يا عبد العزيز. شغالين. إيه تمام. أنت يوم الخميس. يوم الخميس يعني بعد بكرة. أيوة بكرة البنفسجي. اليوم انطباعك يا أبو مطلق عن والله اليوم الأول. والله شوف يا أبو علي، في المقام الأول أنا والله إني سعيد إني من ضمن كوكبة نجوم، عشت معهم، عشنا معاكم، سكننا هنا، تعدينا حوالي 90 يوم، فهذا الشرف الأول. الشرف الثاني أنا جيت بنسبة حماس 100% للأمان، ولكن لما دخلت وشفت القبول من الطلاب وشفت الحضن وشفت وبعضهم بكاء، فوالله العظيم من زاد الحماس الى 1000. ما شاء الله. فاسال الله ان اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون اضافه لهم، ان نحاول نقدم كل اللي عندنا، نساعدهم، نعاونهم، نعطيهم بعض من الشيء اللي نعرفه، نكون معاونين لهم باذن الله. ان شاء الله التوفيق حليفنا باذن الله كلنا. ان شاء الله الواحد يجي هنا ما يكون نجاحه ما هو بنفسه فقط، ابدا النجاح للجميع. ابو طلق، علي، عمر، فيصل، الشباب الموجودين، الطلاب، الكادر، النجاح للجميع، ما هو بالشخص دون شخص. حصه الاكارم اليوم كيف؟ والله العظيم اني استانست اليوم مع الفئه اللي حنا نحبهم واللي نغليهم، اللي والله العظيم هذا فعلا اذا قال لك صفاوه القلب هذا صافي، فاذا قال انا احبك هو يحبك صدق. فالشيء اللي شفناه اليوم منهم والله العظيم اني استانست على انها اول يوم واول ساعه واول دقيقه، لكن والله العظيم اني استانست. تحس انك دخلت في الجو على طول. مره دخلونا في الجو، بعدين الاشخاص هذولي جايك هذا فطرته لا يتصنع، اللي في لسان اللي في قلبه على لسانه، فوالله العظيم انهم اسعدونا اليوم وفعلا اثروا اليوم. الله السعيدين، السعيدين حنا بريت. يا حبيبي ابو علي. ابو طلق مرحبا يا استاذ عمر، رحب فيك وفي المشرف الجميل علي والأخو النبض الوريد الشريان الخفوق. يا سلام. المشرف الجديد عبد العزيز المطلق، والله العظيم انها اسعدني خبر انضمامه. يا حبيبي كلنا والله. يا حبيبي. ورحت للاداره قلت تكفون طولوا البرنامج، متوه شوي خلاص. يعني تو يجي الرجل هذا لازم يزودون البرنامج شوي. يا حبيبي. والله يا حبيبي. والله العظيم انك شرفتنا ونورتنا، وانت رجل استفيد منك ابو طلق، استفيد منك شيء واجد يا حبيبي ابو طلق. والله والله تقول من طيب راسك، ولا والله عسانا عند ربع حسن ظنكم. والله العظيم الله يطول في عمرك. طيب اليوم حصة الأكارم الإذاعة، اليوم الإذاعة عند الشيخ علي. الشيخ علي ما يحتاج، ما شاء الله تبارك الرحمن، قل بس عندك إذاعة وزي ما يقولون روح ارقد. يستاهل تقديم على مستوى اليوم. عن الموضوع يتكلم عن موضوع الانصات، عرفت؟ ودخلت الكنترول قعدت 5 دقائق اسمع كلام الشيخ علي. كنت مي على الربيز كمان. سم اقول نجاح الاذاعه اليوم بانك كنت مي على الربيز. اي أيوة والله. الله يسعدك، شكرا لك. الله يطول في عمرك يا استاذ علي. لا لا زي ما اقول ما شاء الله تبارك الرحمن، استاذ علي اصلا قدم موضوع صعب من اول ما جاء. صدق الذكاء الاصطناعي فما صحيح. يحتاج المواضيع الثانيه كلها سهله ما شاء الله تبارك الرحمن عنده. الاكارم، الموضوع الاكارم، الاستاذ الجميل وهو قدوه
عبد الله احبه جدا من ايام القنوات الثانيه قبل عاد ما يجينا هنا في قناه بدايه ابو عبد المحسن استاذ عبد الله المهيدب واول ما قال قابلته وانت موجود معي ايش سويت به؟ حبيت من باب المحبه حبيت راسه الله اكبر احبه جدا الرجل هذا استاهل والله العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن لا لا مخرج من المخرجين ما ودنا نذكر اسمه يقول ابداع الرجل هذا عبد الله المهيدب يقول خلي على الشاشه وروح ارقد يا سلام يقول خلاص يشيل لك هواء يملا لك هواء وفعلا ما شاء الله الاستاذ عبد الله مدرسه مدرسه للي جاي بيتعلم في خاصه في الاعلام صدق حق حق ننتقل يعني خبره 40 سنه ننتقل للفعاليات طبعا مجلس الكارم كانوا فيه اخواننا واحبائنا الفئه اللي هي فئه متلازمه الداون أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمتحهم بالصحة والعافية ويطول في أعمارهم وأعمار أهلهم أشكر والشكر تدوم النعم أشكر أم عبد الرحمن العواد وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطول في عمر ولدها فيصل وعمر ولدها عبد الرحمن وأن يمتحهم بالصحة والعافية يمتحها بالصحة والعافية المبادرة جميلة إدارتها القناة تذكر فتشكر على الوقفة هذه ما قصروا وفكرة مع عبد الرحمن ما قصرت كذلك وعبد الرحمن العواد اليوم يوم تكلم كلمة عظيمة جدا انه يقول يعني الرجل هذا شاف نفسه مع اخوه ومع اصدقاء اخوانه ما عاد صار يقدر يطلع عمره حبهم حب مجتمعهم ويقول حبيت قلوبهم يقول قلوبهم نقية الله نقية قلوبهم ارواحهم شفافة صدق فعلا انسان عندهم اللي هو الفئة هذه والساده المشاهدين يمكن ياكدون على الكلام هذا عندهم مغناطيس طاقه ايجابيه غير طبيعيه ما شاء الله تبارك الرحمن صحيح تضطر انك تحبه مهما لو تصادفه ثانيه واحده مضطر انك تحب الفئه هذه ما شاء الله تبارك الرحمن اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يطول في اعمارهم ويوفقهم ويوفقهم عبد الرحمن شكرا جزيلا لك نشكر الفريق الفصل الاحمر على ضيافتهم للمشرفنا مشرفهم الجديد الاستاذ عبد العزيز ويستاهل ابو مطلق يستاهل الطيب اشكر الفريق كذلك استضافه الفريق الازرق اليوم ما قصروا ضيافتهم الفريق البنفسجي الفريق الاخضر كذلك جابوا القهوه والحلا ما قصروا كذلك والفريق البنفسجي اليوم ما شاء الله يوم حافل بالفعاليات بالكرم الله يكثر خيرهم ويجود عليهم وعلى اهلهم ويطول اعمارهم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد ايش بقيت انا الله يطول في عمرك ما من علي الاذاعه اليوم وراح عليك المايك بسم الله ما شاء الله بكره اول شيء قبل نبدا في كل حاجه نرحب باخونا زميلنا العزيز المطلق راح ويضافه في اي مكان يتواجد فيه شهد الله الله يسلمك يا حبيبي ونرجع لموضوع الاذاعه اليوم كانت ان شاء الله انها اذاعه متميزه كعادتها من الإذاعات التي سبقتها من إذاعات الفريق الأزرق بتميزهم وإبداعهم وتجليهم في الإذاعات ما شاء الله تبارك الله لا من طلاب ولا مشرفهم يعني بسم الله عليك ما شاء الله ما شاء الله يستاهلون والله تعزيز ما شاء الله ما شاء الله هو الموضوع اليوم على الإنصات إنك كيف تستمع وتنصت للشخص هو يتكلم يعني بدون ما تسولف مع اللي جنبك أو تسمع زي كذا وتكون منصت بعقلك وبسمعك وبصرك ابو سامة معك حبيبي والله موضوع جدا جميل صراحه كان فيه يعني وفن نادر حد يتقن اخذ جدا اخذ يعني انك تاخذ تعطي معهم تعرف ايش حتى عند الشباب اليوم اني كيف اعرف عند الطلاب كيف تتصرف مع الشخص اللي قدامك مثلا اللي ما ينصت لك صح وايش المواقف اللي قد اثرت فيهم وايش المواقف اللي مثلا سببت له غضب او انه زعل من شخص قدامه بسبب انه ما يعني ما انصت له زين او انه ما استمع له زين يعني يطول الكلام في الحديث اذا مجملها يعني جميل وجميع المواضيع في الاذاعات جدا جميله تهدف يعني هي رساله مو بس رساله لنا ولا للطلاب هي رساله للمجتمع يعني بشكل عام حصلت لكارم كعادتها شيخ الاعلاميين اسميه ابو عبد المحسن الله يطول عمره يعني قامه اعلاميه من قبل نولد حين وهو في الاعلام اشهد بالله انا اكلمك عن نفسي لاني انا اصغركم يمكن فارق العمر 10 سنوات بيني وبينكم إيه صارنا وانت امس تقول لي عمري 39 الله يهديك علي هذا كمان الله يطولك فهمتوا ومن بعدها شفنا ما شاء الله سلسله الفعاليات اليوم كل الفصول بدون استثناء
يعني اللي جاب ما شاء الله الضيافة، اللي كان عنده فكرة. الفصل الأزرق شفناهم اليوم في احتفالهم، حتى في الزي اليوم ما شاء الله في استقبالهم في حصة الأكارم. الفصل بنفسجي كعادتهم ما شاء الله مدهال. الفصل الأزرق اليوم ما قصروا ما شاء الله يعني في الضيافة اللي جابوها، ولا الفصل الأحمر. مجمل اليوم جميل لطيف. أسلم مين قد يضحك؟ ما عليك مني أنت أعطيك الأربيز؟ تفضل كمل انت سولف شو مني. انا احس طيب باص بي. اليوم لا بعيد عن الباصات، لكن قاعد يقولون انه قهوه شاي جايه. لكن اليوم شفنا، قبل ان انتقل لابو اسامه، شفنا اليوم في العشاء كيف كانوا الطلاب. يمكن ابو اسامه كان واقف على الموضوع، كيف كانوا طلاب المدرسه باب مع ابطال المتلازمه، كيف اندمجوا مع بعض. صح، تحس ما في حدود ابدا. يعني اليوم كنا نسولف مع الاستاذ ماجد، تسمع الموانة والضحك بينهم والسوالف والمساسرة. يعني أبغى تعليقكم على الدمج اللي حصل هذا في أقل من نص ساعة. عند أبو لا عندك عندك أبو أسامة. أول شيء الكيمياء اللي صارت بين الطلاب، ترى دافعها يمكن شيء واحد، يعني يمكن الربط المعين النقاوة اللي هنا. ترى كلهم يملكون نفس القلوب، صح، عشان كذا توالفوا. والله هذا الدافع اللي خلاهم يتوالفون بشكل مو طبيعي. الانفس صارت تتجاذب، صح، هم اللي معنا احنا. سلام ما شاء الله تبارك الله والله حبيبي كذا يا اخي. طيب الله وجهك، شكرا لك والله العظيم انبسطت ما شاء الله. ان شاء الله شكرا يا اخي. السلام دسم الله يا عبد الله وجهك. ونعيد ونشكر والده عبد الرحمن وجدته وخالته اللي تعبوا اليوم معنا. الله يكثر خير يا اخي. سلام مليان يا اخي. الله الله يكثر خير. الله يكثر. شوف الميانه بين الله. شوف المشرف والطلاب انفرف انفرف ما شاء الله. اسلم يا ابو اسامه. تقول سريع والله ما تسوي شيء. سريع سريع والله انت. سلام رحمه الله. لا اله الا الله. والله كذا احنا في العيد كذا كثير يا انتم كذا يا رايد دايم دايم كذا عندكم يا ولد. اذا كانت اشكر اللي جايه لك فيها الخير ذا والله يحييك جدا. اذا كذا بجيكم كل شيء يقول ببدا معكم، ببدا بكره، ببدا بعد بكره. لا مو في العيد. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا. دايم كذا انت ما شاء الله. شكرا يا معاذ. شكرا يا معاذ. الله يطول في اعماركم جميعا. رايد للامانه في سلام خاص لك من اخوي. يقول رايد ما شاء الله تبارك الله. بدر. نعم ابو بدر يا اخي ما شاء الله. ابو بدر من الناس اللي متابعين. ترى ابو بدر اخو الاستاذ عبد العزيز من الناس المخلصين لقناه بدايه. مسي عليه بالخير ونرسل له جميع ابو بدر والمحبه والامتنان والاخلاص. اشكر جدا والله. من اكثر الناس المخلصين للقناه. اشهد بالله والله. يقول سلم لي على رايد وعلى على الشباب. متاسف يقول خص لي رايد. يستاهل يستاهل. يلا مع السلامه. مع السلامه. على السلامه. شكرا لكم يا شباب. خلاص خلوها لبكره يا رايد. انتم معاد هم كذا هم ايه انسوها. ما عليه الثلاجات امورهم طيبه وبين اتفاقيه احنا وياهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الريحه انها تطير الطير من السماء ما شاء الله. طيب خلونا بس نخلص الطير طير عشان ما يروح محورنا ما شاء الله. الطير تريح ابو طلق يروح بعيد. شباب احنا ما نبغى نطلع من المحور كنا نتكلم فيه. كنا نذكر يا ابو اسامه ان نتكلم عن الاندماج اللي حصل، لكن دامني وصلت لك عطني من البدايه. انا ابغى اتكلم من اول. اي من الاذاعه الى إيه. تصل للنقطه هذه. خليني اركز في الموضوع. والله شوف الاذاعه يعني كان الموضوع شيق مره. سبحان الله المواضيع الجميله تناسب علي والله. صدق يعني. في مواضيع يعني تناسب شخصيه علي. زي الانصات. زي الذكاء الاصطناعي. زي بعض المواضيع هذه لو اخذها واحد ثاني غير علي ممكن يكون شكلها اقل. صح. فكان أداء جميل. الله يرفع قدرك. فكان أداء جميل وإذاعة جميلة والموضوع أصلا فن قليل من يمتلك الصدق يعني. ويمكن إحنا عندنا نواقص في هذا الفن الصدق مرة مرة. أتكلم عن نفسي يمكن عندنا قصور مرة في ذا الفن. فلما أنك تطرحه وتأخذ ساعة على الهواء مثلا في اليو فم وتطرح هذا الفن وتتكلم عنه، أنت قاعد تسوي شيء جميل لك وللمجتمع. وبس تعقيبا أن اليوم أبو عبد المحسن وصل له وشوف الإذاعة
يوم عرف الموضوع على الانصات كان هو منصت اصل الاذاعه ومستمتع، يقول لي انا اقدم دورات في الانصات وهذا فن مجالي وهذا فن صعب احد يتقنه. كان حتى ابو عبد المحسن اليوم مستمتع في اذاعتك هنيه يا حبيبي، الله يعزكم جميعا. وكانت اذاعه مره جميله والله. هذا يا ابو اسامه والله انه اسامه احمد، الله يرفع قدرك. لا انا اموت، الله يرفع قدرك. الله يطول عمرك ان شاء الله، الله يرفع قدرك. بعد عمر طويل قامات اعلاميه في التقديم، انا اصغركم. الله يرفع قدرك، هذا من تواضعك. الله يرفع قدرك والله، من تواضعك يا ابو مفرح. اسلم يا ابو اسامه. اما الاكارم اليوم، يمكن انا بدون مبالغه اكثر حلقه في الاكارم استمتعت فيها الصدق. الله يا اخي، مجالسه مثل ذولي من نعيم الجنه المقدم في الارض، والله العظيم اني صادق. ليه؟ هذول قلوبهم طهر. والله لما وصف نعيم الجنه قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان. هذول لا يمكن يحمل غل هذا. فانت يوم تجالسه، يوم يقول ابو طلق انك تحبه، اكيد انا تحبه لانه ما يحمل شيء، هو في داخل قلب طاهر. سبحان الله، طاهر. عشان كذا تحب انت مجالسته مثل هذولي. اشهد بالله، شيء من نعيم الجنه المقدم من الارض انك تجالس الناس النقيه الطاهره اللي ما فيها غل. اي والله نعيم، نشهد ان نعيم، وتنبسط. وحتى كان تفاعلهم حلو ومشاركاتهم حلوه واندماجهم مع الطلاب ومعنا بعد، حتى احنا اندمجنا معهم، بس ما في حدود. نعم صح، تحسهم كذا داخلين مبسوطين. وابلغ تأتأتهم اللي قبل شوي، فيها بلاغه مو طبيعيه، ما هي بلاغه كلام، بلاغه مشاعر. يا سلام، صح. توصلك يا اخي الابتسامه، الاندماج. يعني قبل شوي اشوف الموقف، انا اوري عبد العزيز مطرق واوري ابو طلق، يوم يسولف في المحيه مع مع ضيف الله، ومسك الغطا، كل واحد ساك المايك، ماسك مايك خويه يقول له كلام سريع عشان ما يطلع الصوت اعلام معضوف. إيه؟ ماسك مايك خويه وماسك مايك ويوجه. يا سلام، منظر مو طبيعي. حتى اليوم يوم يغسلون بعد الاكل، كل واحد من طلاب مدرستنا جالسين كل واحد اخذ واحد وقاعد يغسله. اي لا اتكلم عن ذول اللي حقين مثلا يوم خويهم شارك وقال، يوم قام يصب القهوه يا محمد حلف. إيه؟ يقول نعم. والله اصبها. يقول هذا ضيف يا اخي، هذا ضيف. هذا احترام بعيدا عن انه مسؤول عنهم او شيء، قال هذا ضيف. صح. وغير كذا يوم قال خويهم النشيد الوطني راح خلص، راح براسه. اي والله هذه صح، قام حب راسه يا الله. يوم ان ابو حامد ساله قال له تحب اخوانك؟ قال هذول اخواني، هذول احبهم، هذول اصدقائي، هذول. هذه الدروس اللي الرسائل اللي سووها، مجموعه الرسائل هذه، انهم يحبون بعض، انه يقدم كل ما عنده، انه يعني. وكلمه عبد الرحمن العواد انا لا شعوريا وقفت صفقت لها الصدق، كلمه واحد واثق من نفسه الصدق. يعني يوم يقول بعض الناس يمكن ينحرج ان يكون له اخو من متلازمة داون، انا كلي فخر ان اخوي واحد من متلازمة داون. الله فيصلي. نعم، كلام واحد واثق من نفسه، رساله جميله. والهدف اصلا من اهداف الدوله دمج مثل هذول في المجتمع، حتى في الدراسه الحين صاروا يدخلونهم في الوظائف. الوظائف. نعم. الوظائف شيء شيء شيء. حلقه مميزه جميله، استمتعنا نقاء، يعني ارتوينا نقاء طهر. بينا خليك تراجع نفسك انت، تراجع قلبك. تقول انا ايش، ما انا مع ذولي وش، والله تقعد تراجع قلبك كل يوم، يخلص ويقوم يحب على راسه. اي تراجع نفسك انت، تراجع يا اخي ليش القبول هذا والطهر هذا، تراجع قلبك تقول انا لازم اكون مثل القلوب هذول عشان الناس تقبل. والله احنا مقدم الرساله انك صادق ابو سامي. شفت يوم قال عندي انشوده؟ اي يا اخي، اعطاك اغنيه وطنيه. اي طبعا، هو يبغى يسمع الاغنيه علشان يردد معها. اي يعني شفت نظام كذا، ركبت سماعات وعشت. هو نفس الشيء، وحاطهم مساعدين ترى، مليئين يا اخي بالود والمحبه، ومليئين جدا بالوطنيه. يا اخي الوطنيه فيهم لا اله الا الله. بعدين انا اشوفهم مقياس الصدق، مقياس القبول الانسان اللي قدامه. نعم، اذا شفتهم حب، اذا شفتهم صح تضحك عشان قال احبك يا ابو مطلق. يا اخي يا اخي والله انه صادق، هذا ذكي والله. ابو علي اخي شكرا لك، اقسم بجلاله انه انا فكيت الخبر، اقسم بجلاله انه صادق. اي ففعلا رافع يدك سم ابو. انا اقصد اللي بينهم ما هو بحب، اللي بينهم هم موده ورحمه. لا يا ابو طلق، هو يقصد انا، لا انا اتكلم انا، صل على النبي. لا انا مو مداخله، مو تعقيب عليك، لا انا نظرت الحالة. ايوه تفضل، معلومه اضافيه. لا معلومه اضافيه، معلومه اضافيه، اكسترا صوص تعريج حتى اخو عبد الرحمن عواد
فيصل ما شاء الله ألف له كتاب وزع علينا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما في مشكلة الآن نتكلم يا أبو 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 طلق أنت مطفي اللمبات وداخل عرض. يا أخي خربوا فكرتي يا أخي. عند عبد العزيز فكرة خليك كمل الله يرحمه والله خروا يا أخي تأن هدوء. أنا أتمنى اثنين عدم المشاركة الإنصات الإنصات أتمنى منهم الإنصات اللي هو أبو طلق و أنا مبسوط والله معك أنا. لا هو أنت عندك رمزيات أنا ما لا والله أني معك أبو مطلق يقول إيه أقول لك يا أخي هم مقياس القبول الإنسان اللي قدامك. إذا قبلوا الإنسان اللي قدامك ففي قبول فهم سبحان صحيح. الله أحيانا سبحان الله بعض اللي إحنا نعيش معهم من كثر ما قلبه طيب تحطه مقياس صحيح. إذا قبل صاحب القلب الطيب إذا قبل إنسان ففي قبول إذا ما قبله في شيء زيك أنت أبو مطلق أنت يا حبيب أنا يا والله والله صادق أنا حاطه من عبد العزيز مطلق حاطه من مقاييس أسأله يقدر عبد العزيز مطلق خاويته ما يقدر عبد العزيز مطلق ما يا حبيب ما عليك زود أبو سام الله يبارك فأقول لك بعدين أبشر بشارة للي في بيوتهم متلازمة الدار قسم بالله إن عندكم رزق بركة قسم بالله إن عندكم بركة الله قسم بالله إن عندكم خير دعوات مستجابة أي والله العظيم والله أبشر بالخير اللي في بيتهم متلازمة الداون قسم بالله إنكم من أسعد البيوت الموجودة في العالم إذا عندكم مثل الإنسان وأتوقع أنها من أأمن البيوت إيه واضحة نعم. إيه أتوقع نعم. والله وجود القلوب الطيبة في البيوت هذا خير ورزق والله العظيم فاستأنسنا معهم اليوم والله اليوم انبسطنا اليوم كملي بالفعاليات ضيافة الشباب الفريق الأحمر لأبو مطلق استاهل يا حبيبي ومن كثر يقول لك من كثر ما تصير الضيافات اعتدنا عليها ولا هو شيء كبير شيء كبير والأزرق اليوم قدم فواز الودعاني عبد الرحمن الخثران وعبد الرحمن الخثران أكلات شعبية جميلة كلها لذيذة بسم الله والعوائل والأمهات اللي يتعبون معنا والله العظيم إن لها قيمة عندنا في أسطورنا ما هي طبيعية يمكن يقصر كلامنا نعبر ويقصر إننا نعطيكم حقكم لكن المشاعر اللي في داخلنا لكم من الاحترام والتقدير والإجلال وشوفة المعروف هذه إنها دبل وأضعاف الكلام اللي نقول الله يديمكم ويعزكم ويطول أعماركم على طاعته ويحفظ يديكم من النار ويزيدكم صحة لا أم عبد الرحمن اللي أكرمتنا اليوم ولا أم رايد ولا أم معاذ ولا أهلهم ولا فواز وضيافته اللي ثاني مرة يكرر لنا الضيافة مرة ثانية ولا الفريق الأحمر احنا ما معنا طلاب يعني احنا معنا رياجيل نعم. رياجيل بكل نعم. معنى الكلمة والله العظيم وخلونا ننقل رسالة من هذا المكان هو والله شكرا بحجم السماء لتعبكم لاهتمامكم في الطلاب لمحبتكم ومبادرتكم في إكرام الضيوف احنا وصلنا اخر ايام الحين ايه هذا يعني شيء صراحه تجدد. انه يزيدنا ويخلينا يعني ترى شيء ما هو بقليل عندنا شيء كبير جدا ولكن ودي اطلب طلب بسيط جدا الا وهو التنسيق صح ودي ننسق مع بعض لان في الاول والاخير احنا نعرف ونعي مشاعركم وندري وش في نيتكم انتم تبغون الاجر تبغون الكرم والطيب ولكن ممكن تتحول الى اسراف لان الان عندنا كميات كبيره جدا اذا ما صار في تنسيق وين اوديها فودي ان ننسق مع بعض ممكن من كثر الضغط على الشباب اللي معنا في الطاقم ما هو قادر يلحق يرد فاذا ما تم الرد تاكد ان فيه اشخاص ماسكين مكان وعندهم يعني خطه معينه للاسبوع كامل احنا ننسق الاسبوع من بدايته أنا أبدأ يوم البرايم أنا عندي يوم الجمعة من يوم السبت إلى يوم السبت الآخر أنا منتهي جدولي منسقة كامل فأوقات إحنا نطيح في إحراج من ناحية النعمة نطيح في إحراج من ناحية حتى الحلاوة القهوة والشاهي وما ودنا ترجع وهي مليانة لكم يعني نقدر جهدكم وتعبكم ولكن نطلب المرة الثانية وأكرر وأعيد التنسيق وإذا ما ردينا فتأكدوا أن الجدول امتلأ عندنا الله يعطيكم العافية أحد عنده إضافة يا أخوان على اليوم الله يكرمهم إن شاء الله بكرة الإذاعة عند الفصل بنفسجي وأنا خلوني أختم وأقول أنه فيه منافس شرس جدا 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 في إذاعة يؤف أم الله يعيننا كلنا